الدكتور آسر أول ما دخل أوضة سما اللي فقد الذاكرة لقى الأوضة فاضية، وساعتها فكر إنها مثلا ممكن تكون في الحمام أو بتتمشى تحت في جنينة المستشفى، ولكنه لما قرر إنه يطمن من الممرضة سمع أغرب كلام ممكن يسمعه. الدكتور آسر بنادي على الممرضة وقول لها: مس عبير، لو سمحتي المريضة سما راحت فين؟ أنا بدور عليها في الأوضة مش موجودة، وانتظرتها كتير جدا، معقول كل ده في الحمام؟ دكتور آسر، أنا كنت عايزة أقول لحضرتك من الصبح، بس حضرتك أول ما دخلت مستعجل قوي على طول على أوضة سما، حتى ما دخلتش مكتبك. يعني إيه؟ إيه اللي حصل؟ إخلاص اتكلمي يا مس، اتكلمي، البنت حصل لها إيه؟ اوعي تقولي إنها توفت. لا 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 يا دكتور، البنت سابت المستشفى وهربت، احنا قلبنا عليها الدنيا، ولما نزلت اشوف الكاميرات لقيت الكاميرات كلها ممسوحة ومحدش يعرف عنها حاجة. انت بتقولي ايه؟ يعني ايه الكاميرات ممسوحة؟ اشمعنا النهاردة؟ يعني ما هي طول عمرها شغالة. الدكتور آسر خرج وهو متعصب بيجري على مكتب مامته الدكتورة عفت، وبيقول: دكتورة عفت، ازاي البنت بتاعت الحادثة تخرج من غير اذني؟ ولا يمكن يكون حد اجبرها انها تمشي؟ الدكتورة عفت بترفع مناخيرها لفوق وتتكلم بكل ثقة وتقول: آسر حبيبي، انت عايز تجيب لي نفسك مصيبة وللمستشفى كمان؟ البنت فقد الذاكرة، وممكن جدا يطلع وراها كارثة، وممكن برضو تكون بتمثل انها فقد الذاكرة عشان عايزة منك تعويض. يعني الموضوع كله مريب يا قلبي، وانا بصراحة خايفة عليك مش اكتر ولا اقل. طيب ممكن اعرف البنت دي راحت فين؟ ولا كمان حضرتك سربتيها زي القطط من غير ما يكون معاها فلوس ولا هدوم، ولا هي اصلا عارفة هي رايحة فين؟ آسر، الموضوع انتهى، البنت مشيت بمزاجها، محدش غصبها انها تمشي، اصلها عارفت انك عايز تاخدها البيت، وكرامتها لا يمكن تسمح بكده، فنقحت عليها، خدت بعضها ومشيت، وهي راحت لحال سبيلها، هنعمل لها ايه يعني؟ المهم بقى، انت ولاء مالكو مش المفروض نبدأ في إجراءات الخطوبة؟ آسر بيبص للدكتورة عفت وبيسيبها ويمشي من غير أي رد على كلامها. وفي مكان تاني سما بتمشي في الشارع وهي تقريبا بتجر في جسمها من كتر التعب والضرب اللي لسه سايب علامات معلمة على جسمها، وبتقف قدام محل وتدور في جيوبها على أي فلوس، لكن للأسف مفيش معاها أي فلوس. سما ماشية ومش عارفة هي ماشية فين، والدموع بتنزل من عيونها كأنها بحر، والبنت لا حول لها ولا قوة. ونرجع تاني للمستشفى، آسر قاعد في غرفة المراقبة بتاعة المستشفى بحاول يرجع الكاميرات تاني، بتدخل عليه بنت شيك قوي ومن الواضح انها بنت ناس جدا، وبتقول له: آسر، معقول بقالي اكتر من ساعة بتصل بيك وانت مش عايز ترد عليا؟ كل ده شغل ولا تكونش بتتقل عليا؟ آسر مش بيرفع وشه من الشغل ولسه بيبص في الكاميرات وبيقول: اقعدي يا انسة ولاء، هخلص شغلي معلش وهفضلك، اصل في مريضة خرجت من غير اذني ولازم اعرف مين خرجها وراحت فين. ولاء بتحط ايدها في وسطها والكلام مش عاجبها وبتقول: والله شغلك اهم مني، يعني انا سايبة اصحابي في النادي وجاية لك بنفسي عشان اسمع منك الرد السخيف ده؟ خلاص يا انسة ولاء، انا اسف، تقدر تروحي لاصحابك النادي وانا لما افضى هبقى اكلمك. ايه ده؟ ايه الطريقة الوحشة دي؟ لعلمك بقى، هي انت ما طلعتش زي ما طنط عفت حكيت لي عنك خالص، بصراحة الست قالت في الكلام خلتني قربت احبك، ودلوقتي بقى بصراحة هي انت بتثبت لي عكس اللي قالته. والله وهي الدكتورة عفت تكلمك عني ليه؟ المفروض اننا نعرف بعض وجها لوجه،
مش عن طريق كلام حد، ولعلمك أنا فعلا مش فاضي وطول الوقت مشغول بشغلي وبالمستشفى بتاعتي. وعلى فكرة الوقت اللي انت بتضيعيه ده في إنسانة فقد الذاكرة بسببي أنا، وتايهة في الشوارع دلوقتي ومش لاقية مكان تروحه، وحضرتك عمالة تتكلمي عن صحابك والنادي، وطنط عفت يغور النادي وصحابك وكل حاجة في سبيل إن الاقي البنت المسكينة دي اللي ما تعرفش حاجة في الدنيا ولا حتى اسمها. بقى كده يعني برضو للمرة المليون شغلك أهم مني. أوكي يا آسر، أنا هعرفك مين ولاء الغرباوي. للأسف يا أنسة ولاء، أنا عارف ولاء الغرباوي تبقى مين، وانت لازم تعرفي إن شغلي أهم حاجة في الدنيا، مش أهم منك انت بس، لأ أهم من نفسي كمان. آسر ساب غرفة المراقبة وخرج، وساب ولاء تخبط راسها في الحيطة اللي المفروض إنها خطيبته، ومن الواضح إنه مغصوب قوي على الجوازة دي. أما عند الدكتور أحمد بيدخل عليه آسر وبيقول له: أحمد أنا هتجنن، الكاميرات اتمسحت نهائي وأنا لازم ألاقي سما. بصراحة يا دكتور آسر البنت دي غريبة قوي، يعني تمشي من غير ما تكون عارفة حد ولا حتى عارفة أي مكان تروحه. لا يا أحمد، سما ما متشيتش من نفسها، هي مشيت بفعل فاعل، أو زي ما تقول كده حد طردها من هنا. أنا ضميري هيموتني يا أحمد، أنا السبب في كل حاجة حصلت لها ولازم ألاقيها. أحمد ممكن تساعدني ندور عليها؟ أنا لازم أدور عليها بنفسي، أنا حتى مش عارف لو هنزل صورة على السوشيال ميديا أجيب صورة لها إزاي، ولا عارف اسمها ولا أي معلومة عنها. خلاص يا دكتور آسر، أنا هنزل معاك وإنت بعربيتك وأنا بعربيتي، وهي بإذن الله ما تعرفش أي مكان غير المستشفى، وأكيد يعني مش هتغامر ومش هتروح أي مكان تاني بعيد عن هنا. تمام، متشكر قوي يا أحمد، يلا يا بطل بينا، واعتبر نفسك النهاردة أجازة. أعتبر نفسي أجازة إزاي بقى من غير ما والدتك تعرف؟ لازم أستأذن منها، وظن يعني لو عرفت سبب الغياب هترفض تخليني أخرج من المستشفى. سيبك منها خالص، أنت ناس إن ليا الجزء الأكبر في المستشفى، وأنا بنفسي بديلك أجازة، يلا بينا ندور على سما. ولسه أحمد وآسر خارجين من الباب بيلاقوا الدكتورة عفت في وشهم وبتقول: خير يا ولاد، بتجروا كده ليه؟ رايحين على فين؟ في حاجة حصلت وأنا مش عارفاها؟ آسر برد بسرعة قبل ما أحمد يعك الدنيا، وآسر بيقول: أبدا يا دكتورة، أنا وأحمد واحد صاحبنا عمل حادثة ولازم نكون معاه. طبعا يا حبيبي عندك حق، أمال هي الصداقة ليه؟ ربنا معاكو. بس بقولك إيه يا آسر، مش عيب يا حبيبي تقابل خطيبتك بالطريقة الوحشة دي، أنت مش عارف ولا دي تبقى بنت مين؟ هي أنت فاكر إن أبوها هيرضى على بنته الإهانة؟ دي لعلمك بقى لو الجوازة دي ما تمتش اعتبر إن المستشفى دي خلاص هتبقى خرابة ومفيش حد هيدخلها. انت عارف يا ابني يا حبيبي في الوسط بتاعنا ده لازم المصالح تتصالح، ولا ايه رأيك يا دكتور؟ عندك حق يا دكتورة، كل كلام حضرتك حكم ما شاء الله. خلاص مدام كلامي حكم يبقى لازم تقنع نفسك انك توافق بسرعة على الخطوبة من ولاء. وخطوبة ليه؟ ما تتجوزوا على طول، خلي يبقى ليك ظهري يا حبيبي في المجال والسوق، انت عارف اي مجال عايزك يبقى ليك ظهر، واللي ملوش ظهر بينضرب على بطنه. تمام تمام يا دكتورة، بعد اذنك بقى عشان اشوف المصايب اللي بتتحدف عليا من الصبح، وما تخافيش علشان خاطر المصايب قصد المصالح انا هروح بسرعة واتجوز ولا هانم عشان ترتاحي. آسر وأحمد سابوا المستشفى ومشيوا، وبدأ كل واحد فيهم يدور على البنت اللي فقد الذاكرة. آسر طول الوقت مش عارف يعمل إيه، ضميره بأنبه مش قادر يسامح نفسه إزاي يخبطها بالعربية وكمان والدته تطردها من المستشفى. وفي الشارع سما قاعدة جنب الحيطة بتعيط
من الجوع ومن قلة الفلوس. بيدخل عليها اتنين شباب معاهم عربية وبقربوا منها، وواحد بيقول: الله الله، الجميل قاعد لوحده ليه؟ انت يا بت مش بترد عليا ليه؟ ولا تكونيش خارسة؟ ايه في ايه؟ ابعد عني يا حيوان، انت عايز مني ايه؟ الله، ما انت بتتكلمي اهو زي الفل، امال مالك كده ساكته من الصبح؟ احنا مراقبينك بقالنا ساعتين ما بتتحركيش وعماله تعيطي. ايه، هو في حد كان وعدك بحاجه وخلي بيكي ولا ايه؟ انت عايز مني ايه؟ انا معرفكش ومعرفش حد، سيبني وامشي. يلا سيبني وامشي لو سمحت. اهدي بس اهدي، واركبي بس معانا العربيه وانا هحكي لك حدوته حلوه قوي لحد ما نوصل بيتنا. لا لا، مش عايزه مش عايزه، ابعد عني. هي بنت، اهدي، هتفضحينا وتلم علينا الناس. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ مش عارفه مش عارفه مش عارفه، وابعد عني لو سمحت، ما تحطش ايدك عليا. مش عارفه اسمك؟ هي يا بت في ايه، انت باين عليكي عبيطه ولا وراك حكايه. يلا بس بقول لك ايه، يلا يا عم شد معايا، خلينا نركبها العربيه وناخدها شقه ممدوح، وهناك نفهم الحكايه. وبالفعل بقرب الشباب من سما وبداوا يشدوها وقطعوا هدومها. سما بتحاول تصرخ وتحاول تبعد عنهم وتهرب منهم، لكن فجاه بيشوفهم آسر وهو ماشي ببص عليها في كل مكان. آسر قرب منهم وركن العربيه بسرعه ونزل من العربيه، لكن الشباب كانوا شالوا سما وحطوها في عربيتهم وهربوا بيها. آسر قرب من الشباب وهم بيحاولوا يمسكوا سما ودخلوها عربيتهم. آسر قرب منهم ووقف العربية غصب عنهم ونزل فيهم ضرب كأنه وحش ومش شايف قدامه. سما أول ما شافت الدكتور آسر جريت عليه واتحمت فيه، لأنها ببساطة ما تعرفش حد غيره في الدنيا. آسر بيبصلها وبيقول: سما انت كويسة؟ انت بخير ولا لا؟ حد من الكلاب دول عمل لك حاجه؟ لا لا، ما تخافش يا دكتور آسر، انا متشكره قوي انك جيت، انت ما تعرفش كان ممكن يعملوا فيا ايه، انا كنت خلاص هضيع يا دكتور آسر، هضيع. ما تخافيش، يلا تعالي معايا، واياكي تهربي تاني. انت ازاي اصلا تسيب المستشفى وتمشي من غير ما تقولي لي؟ ازاي انت حتى ما اتكلمتيش مع اي حد، ولا اي حد عارف انت ماشيه ليه؟ أنا ما سبتش المستشفى بمزاجي يا دكتور آسر، أنا ما هربتش، الدكتورة والدتك هي اللي قالت لي إنك زعلان علشان يعني أنا مش معايا فلوس أدفع المصاريف، وإنت المستشفى بتاعتك خاصة، وطبعا اللي بيدخل لازم يدفع فلوس قد كده، فأنا قلت أمشي بكرامتي، يعني مش عايزة أستنى لما إنت تطردني. إنتي بتقولي إيه؟ أنا لا يمكن أطرد حد، ولعلمك بقى أنا عمري ما كلمت حد على فلوس، وأي حد مش معاه بتم علاجه على حسابي الشخصي، بس مش عارف أمي عملت كده ليه. دلوقتي أنت هتيجي معايا البيت، وقبل ما تردي وتفكري، البيت مليان خدم والدكتورة عفت كمان، يعني مش هتكوني لوحدك معايا، ولازم تكمل علاجك ولازم الذاكرة ترجع لك. أنت فاهمة ولا لأ؟ مش عارف أقولك إيه، لكن للأسف مضطرة أن أوافق، لأني ببساطة ما عرفش أروح فين، ومن الواضح كده أن الدنيا صعبة قوي في الشارع، وأنا مش هعرف أعيش فيها لوحدي. وفعلا راحت سما مع الدكتور آسر للفيلا بتاعته، وطبعا أول ما شافتها والدته كانت زعلانة قوي ومتضايقة قوي، لكن آسر رد وقال: بعد إذنك يا دكتورة، البنت دي فقدت الذاكرة بسببي، ولازم تعيش هنا لحد ما نوصل لأهلها، وده أقل تعويض ممكن أقدمه ليها. الدكتورة عفت، بصت لهم هما الاتنين من فوق لتحت وسابتهم ومشيت، لكن من الواضح إنها بتخطط لمصيبة تلبسها لسما. وبدأت سما تتعايش مع الوضع الجديد، معاملة جافة جدا من الدكتورة عفت. أما آسر فكان بحاول يعوضها، بحاول يقدم ليها أي حاجة تساعدها إنها تستحمل مامته. وفي ليلة بيرجع الدكتور آسر من شغله متأخر، وبيسمع صوت جاي من أوضة سما
بحاول يسمع من ورا الباب هي بتكلم مين، وفعلا بيسمع كلام وزي ما تكون بتعيط أو بتترجع حد، وفجأة بيفتح الباب وبيدخل عشان يشوف اللي عمره ما كان يتخيل إنه يشوفه. سما نايمة والدموع على خدها، وللأسف بتحلم بكابوس صعب قوي وبتلخبط بالكلام وبتقول: كفاية كفاية يا خليل، حرام عليك، أنا خلاص جسمي بيوجعني مش قادرة استحمل. خليل حرام عليك يا خليل، سيبني سيبني في حالي يا خليل، كفاية اللي عملته فيا، كفاية اللي خدته يا خليل، كفاية يا خليل. آسر بحرك إيدها وبقول: سما اصحي يا سما لو سمحتي. سما بتفتح عيونها، وآسر بيقول: سما خير، في ايه؟ قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على فكرة انتي مش اول مرة تحلمي بالشخص ده، انا سمعتك قبل كده وانتي بتكلمي عن واحد اسمه خليل، واكيد خليل ده له دور في حياتك ولازم نعرف الحكاية. دكتور آسر، انا فعلا كنت بحلم، بس انا مش فاكرة حاجة ومش عارفة انت بتتكلم عن مين. سما لازم تساعديني ولازم تساعدي نفسك، لو عرفنا مين خليل هنعرف حاجات كتير قوي مستخبية عنك. وفجأة بيفتكر آسر كلام الدكتور أحمد صاحبه وهو بيكشف على سما في أول يوم دخلت فيه المستشفى، وبيقول: سما استني، أنا افتكرت حاجة مهمة. أيوة، الدكتور أحمد لما كشف عليك قال لي حاجة غريبة قوي، إن جسمك فيه علامات ضرب كتير وكأن حد بعذبك. سما بتسكت وبتسرح شوية وبتقول: أيوة فعلا يا دكتور، أنا لاحظت ده وأنا بغير هدومي، ومش بس كده، أنا عندي أثر جرح كبير قوي، يعني معنى كده إني دخلت عملية كبيرة ومن مدة قريبة مش من بعيد، بس للأسف والله العظيم ما فاكرة حاجة. صدقني يا دكتور والله العظيم ما فاكرة حاجة. خلاص خلاص يا سما ما تزعليش نفسك، والصبح بإذن الله هاخدك عامل لك كل الإشاعات وأعرف جسمك فيه إيه بالظبط. يلا دلوقتي بقى نامي وارتاحي وما تفكريش في حاجة وسيبيها على ربنا. وبالفعل تاني يوم بيكتشف آسر الحقيقة المرة المرعبة واللي عايشة فيها سما ومحدش يعرف عنها حاجة. سما تمت ليها عملية خطيرة واتاخدت كليتها، يعني معنى كده ان سما كانت ضحية ناس وحشة استغلوها أسوأ استغلال، وبرضو للأسف البنت ما تعرفش ايه اللي حصل لها ولا اللي حصل ده حصل ازاي. ومن هنا آسر بدأ يفهم وقرر انه لازم ينزل صورة سما على السوشيال ميديا علشان اي حد يعرفها ويجي يستلمها. وفي المستشفى بتقعد الدكتورة عفت مع رئيس الحسابات وتقول له: استاذ مدحت، هاي اللي بيعمله آسر ده ما ينفعش معايا، آسر عامل اكتر من 20 عملية لله وللوطن، ومعنى كده ان ارباح الشهر ده في المستشفى هتكون في النازل. فعلا يا دكتورة، وبصراحة الشغل ده ما يعجبنيش ومأثر على الشغل اللي بيني وبينك. لا انا الشغل ده بقى ما ينفعنيش، ولو وصلت اني اهد الدنيا على دماغه مش هتأخر، انا اهم حاجة عندي الفلوس، انا برضو مش فاتحة المستشفى دي صدقة جارية. آسر ده غبي ويتعبني قوي، طالع زي ابوه، انا عارفة انا لسه قاعدة مع الحد دلوقتي ليه؟ أبوه كان عامل نص فلوسه لله، حتى الفلوس اللي بعرف أخدها من آسر باخدها منه بالعافية، وروح يتبرع للحالات المجانية وقول لي بعمل لله وعلى روح أبويا. بس أوعدك يا ممدوح الوضع ده مش هيستمر كتير. وفي فيلا آسر قاعد بيصور سما كم صورة، وبالفعل بدأ ينزل الصور على السوشيال ميديا وفي انتظار أي حد يتعرف عليها. وتاني يوم الصبح بيصحى آسر ومستعجل وينزل شغله، بينادي على الشغالة وبيقول: يا زينب ممكن كوباية قهوة بسرعة؟ والله يا دكتور الست هانم قالت بلاش قهوة على الريق، ووقفة بنفسها بتحضر الفطار ليك. معقول عفت واقفة بتحضر الفطار ليا؟
غريبة يعني، دي أول مرة تعمل كده. لا يا دكتور، مش الست عفت، أنا قصدي الست سما الضيفة، هي كمان بصراحة واخدة بالها كويس قوي من نظافة البيت والمطبخ، دي ماشية البيت زي الساعة. بس بقولك إيه، الست عفت مش طايقاها لا في سما ولا في أرض. يا أختي يا أختي، الست عفت أول ما بتشوفها كأنها شافت، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحزك يا زينب، طول عمرك دمك خفيف. عموما اطلبي من الست سما تجيب لي الفطار او تعمل لي كوبايه قهوه من ايدها. وخرجت سما من المطبخ وهي مجهزه الفطار والقهوه للدكتور آسر والدكتور عفت. آسر كان مبسوط قوي وحاسس ان البيت بدات تدب فيه الروح من تاني، وفعلا سما كانت ماليه عليه الدنيا. لكن سر سما اللي محدش يعرفه كان منغص عليه عيشته وكان لازم يعرفه. سما بجد متشكر قوي على اهتمامك بالبيت وبالنهار الحلو ده، انا اصلي اول مره افطر من زمان قوي. تصوري اخر مره افطرت كان من 20 سنة، كان اخر فطار من ايد امي الله يرحمها. ايه أمك؟ هي إزاي يعني؟ أمال الدكتورة عفت دي تبقى مين؟ مش برضو تبقى والدتك؟ لا لا لا، الدكتورة عفت تبقى مرات بابا الله يرحمه، لكن أمي توفت من زمان قوي، وبعدها والدي اتجوز الدكتورة عفت لكنها ما خلفتش منه أولاد، فعلشان كده بقول لها يا ماما. آه تمام كده، انت كده نورت المحكمة يا دكتور آسر، لاني برضو بشوف التعامل ما بينكو ميري قوي. عندك حق، اصل الدكتورة عفت شخصيتها قوية قوي، لكن هعمل ايه، بابا الله يرحمه موصيني عليها وكتب لها ربع الفيلا وربع المستشفى عشان يأمن لها مستقبلها. بصي بقى، اعملي حسابك ان في حد كلمني وقال انه يعرفك كويس وعايز يجي ياخدك، لكن طبعا انا لا يمكن اسلمك لحد الا لما اتاكد فعلا انه يعرفك او انه من اهلك. سما فجاه ملامح وشها اتغيرت والزعل والحزن بان عليها قوي، وكانها ارتاحت للحياه في بيته ومش عايزه تمشي ولا حتى عايزه تفتكر هي مين. لكن ردت بزعل وقالت: خلاص يا دكتور آسر، اللي تشوفه حضرتك أنا موافقة عليه. ومشي آسر وفضلت سما لوحدها، لكن الدكتورة عفت كانت واخدة بالها إن سما تعتبر طاقة إيجابية ومصدر فرحة لآسر، علشان كده كانت دايما تنكد عليها ومش عايزاها موجودة أصلا في حياتهم. صباح الخير يا سما، ما شاء الله أنا حاسة إنك واخدة بالك من كل حاجة ومن آسر بالأخص، عشان كده عاوز أقولك، إيه رأيك نعمل عشاء رومانسي أنا وإنتي وآسر؟ وبالمرة نعزم ولاء خطيبته. هو مش قالك إنه خاطب ولا إيه؟ لأ بصراحة الدكتور آسر ما قالش حاجة زي دي، بس عموما ألف مبروك وربنا يتمم بخير. قلتيلي آسر ده زيه وزي كل الرجالة، شقي قوي وبحب البنات، ولما تيجي في سكته واحدة حلوة زيك كده، وبالذات لو كانت فاقدة الذاكرة وما تعرفش حد في الدنيا غيره، بيقول في نفسه دي فرصة وصيد سهلة قوي. ايه صيد؟ قصدك ايه يا دكتورة؟ على فكرة بقى، الدكتور آسر محترم جدا وعمره ما رفع عينه فيا، وربنا يساعده وبإذن الله أنا هعرف أهلي وأروح بيتي. أهلك؟ أهلك إزاي يا حبيبتي؟ أنت ما تعرفيش أنك تعرضت لحد سرق كليتك؟ يعني مصيبة كبيرة قوي، ويا عالم بقى إن كنت أنسة ولا متجوزة ولا إيه بالظبط، ولا وراك إيه؟ وما تزعليش مني يا سما، أنا أصلا حاسة أنك كدابة في كل حاجة، وكل ده فيلم أنت بتعمليه علينا. الله يسامحك يا دكتورة، وعموما ما تزعليش، أنا ممكن أمشي عادي جدا، لكن قبل ما أمشي لازم الدكتور آسر يعرف، لأنه منبه عليا محدش يقولي تعليمات غيره. محدش يقولك تعليمات غيره،
مش قلتلك يا بت آسر ده صياد وبيعرف يوقع الحلوين في شباكه؟ أنا أصلي مربياه بقاله 20 سنة. الدكتورة عفت قالت الكلام ده والنار قادت في قلب سما، والغريبة أن سما كمان زعلت قوي، لكن مش من كلام الدكتورة عفت، سما زعلت من حاجة تانية. وبالليل آسر بيوصل الفيلا ومعاه شخص عنده حوالي 50 سنة. أول ما دخلوا سما شافته حاست إن قلبها مقبوض ومخنوقة جامد وما تعرفش السبب. الراجل قرب من سما وقال: جميلة بنت حبيبتي، فينك يا روح أبوكي؟ بقى كده يا جميلة تهربي من البيت وتزعلي إخواتك عليكي؟ ده أنا قلبت الدنيا عليكي يا حبيبتي. سما بترجع لورا وبتقول: انت مين؟ انا مش عارفاك. ما تخافيش يا سما، انا عايزك تهدي خالص، الاستاذ خليل بيقول انك بنته، وانتي واخواتك اتخانقتوا شويه عشان كده انت سبت البيت وهربتي. لا يا دكتور آسر، لا الراجل ده كذاب، انا مش حاسه خالص ان ابويا. ما تخافيش يا سما، انا هطلب منه البطاقه واي مستند يثبت كلامه، وكمان هخليه يمضي على اقرار في الاسم وهو بيستلمك. اقعدي بس، لازم اسمع منه اجابات كتير قوي. وقعد الدكتور آسر مع خليل وبدا يساله قدام سما: استاذ خليل، انت قلت اني سما بنتك مش كده؟ اه لا لا لا، اسمها جميله. طيب ما علينا، جميله ولا سما، ممكن اعرف ايه الجرح اللي في جسمها ده وايه اثار الضرب دي؟ مفيش حاجه يا بيه، دي هي واختها الصغيره بس بهزروا سوا. اه واللي بيهزر مع حد بياخد كليتها؟ ها لا لا، معرفش حاجه يا بيه، انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ مش بتقول انها فاقده الذاكره؟ اه هي فعلا فاقده الذاكره، بس انت بقى يا خليل ما تعرفش ان انا دكتور واقدر اعرف الحاجات دي بسهوله؟ يا بيه بقول لك ايه، البت دي بنتي لا مؤاخذه، وانت مالكش دعوه، دي حاجات مسائل عائليه لا مؤاخذه. يلا يا بت انجري قدامي على البيت. لا انت كذاب، انا اصلا مش مرتاحه لشكلك ولا لكلامك. دكتور آسر ما تخليهوش ياخدني لو سمحت. وفعلا آسر طرد خليل بره الفيلا وما خلاهوش ياخدها، وطلب منه انه يجيب حد من اخوات سما او جميله زي ما هو بيقول، ويجيب كل الاوراق اللي تثبت انها فعلا بنته. لكن خليل راح واختفى وكانه خايف من حاجه. وبعد يومين ولسه آسر بينشر كل يوم صور لسما، وبيقعد طول الليل يتامل في صورها وفي جمالها، وبتصعب عليه جدا انها مسكينه ومش عارفة حاجة عن نفسها. ولسه سما بتباشر كل شغل بيته وأعماله كمان، وبدأت تسأل عن شغله وتساعده فيه. سما باين عليها قوي إنها ذكية وشاطرة وعايزة تشتغل في أي حاجة. وفي يوم جالهم تليفون من بنت اسمها علا، وبتقول إنها تعرف سما ولازم تقول الحقيقة. وبالفعل علا بتوصل لبيت آسر وبيستقبلها، وعلا صاحبة المكالمة الغامضة بتفجر مفاجأة وبتقول: جميلة حبيبتي وحشتيني قوي، تعالي يا حبيبتي في حضني. هي يا جميلة انت نسياني ولا ايه؟ ها انا علا يا حبيبتي اختك. جميلة بتحس قوي انها مرتاحة للبنت دي، لكن لسه ما تعرفش هي مين ومين جميلة اللي بيقولوا عنها. وبدأت علا تحكي الحكاية وقالت: احنا اخوات، لكن محدش فينا يعرف امه ولا ابوه، لاننا ببساطة فتحنا عيوننا على الدنيا، لقينا نفسنا في ملجأ للأيتام. جميلة صاحبتي قوي واكتر من اختي، لكن خليل ربنا ينتقم منه، كل يوم يحاول يقرب من واحدة فينا وياخدها تبات معاه في اوضته، ولما وصل الدور على جميلة ضربته بالقلم على وشه قدام الكل، علشان كده كان عقابها انه خدها وادها مخدر وخلى دكتور حرامي ياخد كليتها واتباعت. ومش بس كده،
ده لسه بيحاول انه يقرب منها لدرجة انه بيضربها بالحزام كل يوم علشان توافق انها تدخل معاه قط. وهربت جميلة من الملجأ ودورنا عليها علشان كده كانت بتعيط وما خدتش بالها وهي بتعدي الطريق. وفجأة وتحاول تفتكر اي حاجة وتقول معقول خليل ده فعلا شكله مش مريح، هو اللي عمل فيا كل ده. اهدي يا جميلة لو سمحتي، الحمد لله ان احنا عرفنا الحقيقة. ولا تحب اقولك يا سما؟ ايوه طبعا يا دكتور، انا معرفش جميلة، معرفش غير سما. يا ريتني معرفتها، ومش عايز ارجع تاني، مش عايز ارجع لخليل. ومفروض البوليس يعرف اللي بيعمله في البنات في الملاجئ. انتوا ليه سايبيننا كده؟ ولا عشان احنا غلابة ومساكين ولا لينا اب ولا ام ولا ظهر في العالم تسيبونا كده؟ ها انا صحيح مش فاكرة اصلي ولا فصلي، بس انا مستحيل مستحيل ارجع الملجأ ده تاني. ولسه علا وجميلة بيتكلموا مع الدكتور آسر بيجيله تليفون مهم وبيطلع على المستشفى وبيسيبهم مع بعض في الفيلا. لكن سما اللي هي جميلة بتقرر انها تمشي في الدنيا لانها كده عرفت واتأكدت انها ملهاش حد ولا ليها حق انها تعيش في بيت الدكتور آسر. وفعلا بتحاول صاحبتها تعقلها وترجعها الملجأ لكنها بترفض وتمشي لوحدها. وفي الملجأ خليل قاعد مستني علا وبقول انت يا بت فين البت جميلة؟ ليه ما رجعتش معاكي تاني؟ والله يا ريس حاولت، البت رفضت وقالت انها هتمشي لوحدها وحتى مش عارفة هتروح فين. يعني ايه هو الواد الدكتور ده سابها تمشي عادي كده؟ ده كان خايف عليها قوي وعامل لي نفسه امين شرطة اسم الله. مش عارفة بقى يا ريس، بقولك ايه سيبك من جميلة، انت عارف انها عنيدة وانت مش هتقدر عليها، وكفاية انك اخدت كليتها، عايز ايه تاني؟ انت هبلة يا بت ولا ايه؟ جميلة دي انا لسه مخدتش اللي انا عايزه منها ومش هتفلت من ايدي، مش هتفلت جميلة مني مهما حصل. وفي مستشفى الدكتور آسر بقرب من مكتب الدكتورة عفت ولسه بيحط ايده عشان يفتح الباب بيسمع كلام غريب. الدكتورة عفت بتقول لمدير الحسابات بقولك ايه المستشفى دي لازم تبقى تحت سيطرتي وسيطرتي انا وبس، ما انا برضو ضيعت عمري واتجوزت ابو آسر علشان اخد كل حاجة لوحدي، وآسر ده كان لازم يموت من زمان قوي، وبجد القرار ده اتأخر ولازم يتنفذ حالا. آسر دفع الباب ودخل والدكتورة عفت اتواجهت بكل حاجة اللي هي تبقى مرات أبوه وعايزة تكوش على كل حاجة لوحدها. ومن الوقت ده الدكتورة عفت هربت ومحدش عارف لها طريق لأنها خافت إن آسر يبلغ عنها. آسر رجع البيت وهو مقرر إنه خلاص هيعيش لوحده زي سما أو جميلة اللي ملهاش حد في الدنيا. لكن المفاجأة لما راح يخبط على أوضتها ما لقاش حد، وبعد كام يوم من البحث عنها لقاها بتشتغل في مطعم وبتغسل أطباق. رجعها البيت وقرر إنها تشتغل مديرة البيت وتاخد بالها من مواعيده وأكله ومباشرة شغل الخدمين. وطبعا كلكم لسه قاعدين ومستنيين تعرفوا يا ترى اتجوزته ولا لأ. أحب أطمنكو إن سما وآسر ملهمش حد في الدنيا غير بعض، وبدأت سما توسع دايرة شغلها وبقت كمان السكرتيرة الخاصة بتاعته في المستشفى وبتكمل فترة علاجها. لكن بيني وبينكو هي شايفة إن المستقبل والحاضر أحسن كتير قوي من الماضي، ومش عايزة تفتكر ولا عايزة تعرف حتى من أبوها وأمها اللي رموها في الشارع. وبجد ياريت صوتنا يوصل وننقذ أطفال الملاجئ اللي بعانوا من المعاملة الوحشة في الملجأ اللي ملهمش سند ولا ظهر يتسندوا عليه. المهم بقى النهاية حلوة، وسما والدكتور آسر اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وعقبال كل البنات.